شني يا شني شو هاي شني شني بلاك تنني هاي شني شني في الحياة تيبي هاي شني شني كل شي مكشوف هاي شني شني من دشرة لدشرة هاي داني داني وراني نصور هاي داني داني يا شوف تشوف هاي شني شني الوقت المكشوف هاي يا دلالي والفن بتدفن هاي غني غني أكلام ما يعني هاي داني داني ويا داني داني هاي شني شني وصوتك معجبني هاي شني شني ديك الثقافة هاي داني داني راحت الفكرة هاي شني شني ولا تخافة هاي داني داني يا راها تلفى هاي شني شني والماتش مبيوع هاي دني دني شكوى للفيفا هاي دني دني نبكي بدموع هاي شني شني بيستو معرفة هاي دور دور والعرس منور جيبوا البطاطا وخروف مصور هاي شني شني أول نوفمبر صنعوه رجال صحاح راهم صنعوه بقدرة إلهية اتفق القاري مع الفلاح ليلة الاثنين مع العشية في 54 يا الملاح 900,000 ميلادية الرجال ثاروا حملوا سلاح واعطاوا العهد بالصفة والنية قالوا الله أكبر حي على الفلاح وتحيا الجزائر الجمهورية الرجال هبوا مثل الرياح وبداوا ضد هذوك الدمية مشاهدينا الكرام أعزائي المشاهدين وراه اداكم الكلام نتاعي الى زمن بعيد الوقت هذاك اللي كانت فرنسا تعذب فينا وتحرق في ارضنا وتقتل في اولادنا والرجال اللي كانوا متصدين ليهم وكانوا متراصين بصح خرجوهم واحنا دائما نقول لكم باللي احنا ما ننساوش خيركم احنا الجيل اللي بتاريخكم واللي راكم تقولوه لنا راهو ماشي في دمنا واحنا رانا ماشيين على الخط تاعكم ربي يعطيكم الصحه والعافيه ويبارك فيكم اصدقائي الاطفال هذا اليوم تفكروه مليح وزيدوا سقسوا والديكم ولازم تزيدوا تسقسيوا اللي قروكم انا على بالي باللي في المدرسه كنت تقراوا التاريخ بصح زيدوا قراوه يوميا باش هكذا هذاك المشعل نتاع الشهيد والدم نتاع الشهداء يبقى يمشي في دمنا وفي دمكم باش هكذا بلادنا تبقى طالعه واقفه وشابخه ولا كيفاه؟ الجزائر استعادت السيادة تاعها بفضل نضال سياسي وثقافي طويل تطور في آخر يعني في آخر مراحله إلى عمل مسلح جاء بعد خدمة كبيرة المهم كانوا يعني ينشروا في الوعي ويفهموا الناس ويحاربوا في الأمية وراكم تعرفوا واش دار هذا المستضمر المستعمر المتكبر هذا الغاشم وش صرا يعني في آخر مراحله ثورة مسلحة هذا الثورة المسلحة تمكنت من قهر الآلة العسكرية الفرنسية
يعني دحروا دحرا وخرجوهم وحاوزوهم بالقوة. هذه هي الجيل تاع اليوم، لازم يتفكر باللي آبائنا وأجدادنا كانوا يشوفوا ويعرفوا ويدركون باللي اللغة تاعنا خير من لغتهم، ثقافتنا خير من ثقافتهم، تاريخنا خير من تاريخهم، والحاجة الأولى اللي هو ديننا الحنيف اللي هو يمشي في عروقنا وفي دمنا وفي قلبنا خير من دينهم. لذلك انتصروا. كيفاش نقدروا نمشيوا بهذه الفكرة وبهذه الفلسفة وبهذا الروح وبهذا يعني العقلية والذهنية والرجولة والشخرة اللي دحرت العدو دحرا، تقدر تعاود تولي لينا ونستدركها؟ على خاطر هذا الاستعادة تاع الشعور يجب أن يكون عنوانا للتحديات. أنا راني نهضر هكذا للجيل هذايا وليا أنا الأول، نبدأ بنفسي وكل الشباب والناس كامل اللي راهي تشوف فيا، وحتى الناس الكبار اللي راهم يشوفوا فيهم يعرفوا واش صرا لهم واش شافوا. وضروة كان على بالي باللي راهي تقشعر الأبدان كي تسمع الهضرة هذه، وفي هذا اليوم وحنا نحبوا نشوفوه دائما باش هذه التحديات حنا نعرفوها واش راه صاري. يعني ليا باسكو مهما يكون بلادنا لازم تكون قوية ومتحدة، يعني تجنبا لأي حاجة اللي تمس بلادنا. وعلى شبابنا هذا دروك باش يكون هو السد المانيع ضد أي حاجة تقيسنا وتقيس الوحدة تاعنا وتقيس شعبنا وتقيسنا احنا ككل. إذا قست واحد منا كأنما قست قعش يعني الشعب كامل، لما يتعلق الأمر بالمساس بالوحدة تاعنا وديننا وأرضنا وشرفنا. لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يقاس على جوانبه الدم، هكذا يقول أحد الشعراء. المهم احنا كي نشوفوا يعني بلادنا الحمد لله أنه كاين يعني على مستوى كل ولاية الوطن في هذا في الليلة نتاع 31 أكتوبر اللي هي هذه الليلة، كل واحد فينا لازم يتأمل ويقعد شوية ويخمم ويفكر يعني كيفاش الناس هذه ضح. مش معناها واحد يمد روحه يسمح في روحه في يسمح يمد دمه يمد يعني يسب النفس، ومش حاجة سهلة. بنادم راهو تقول له ضروك رايك تقيسه غير بريكي في يده وشوفوا واش يصرى له. يو كاين ناس يتحرقت، كاين ناس تعذبت، كاين ناس اللي ضروك راهم، كاين اللي راهو مقطع يده، كاين اللي مقطع رجله، كاين اللي راهو مريض لحد الآن. وراكم شتوا الألغام لحد الآن اللي راهي في كل مكان لحد الآن لهذا المستعمر اللي دار جريمة ضد الشعب الجزائري وضد الإنسانية، وهذه لا ينكرها ناكر. هذا الناس اللي راهم حاطين رواحهم هما يعني متحضرين وديمقراطيين، ديمقراطية غير عندهم ما راكم شتوا كيفاش هما يعني عاد يهضروا على حقوق الانسان وهما واش داروا في الشعوب واش اضطهدوهم واش داروا لهم. احنا نعرفوا واش صرا فينا واش صرا في شعبنا. على هذيك احنا كي نشوفوا يعني بلاد استعمرت ولا الدوله حقا نعرفوا، قال لك اللي ما يحس بالجمره غير اللي كواتو. كي نشوفوا في هذه الليله المباركه احنا نقولوا باللي الحمد لله الاسره الثوريه السلطات يعني في كل مكان تحتفل، وكاين امكانيات اللي توفرها باش تحتفل، وكاين حتى امكانيات اللي تخليها وتجيب ناس باش تتواصل مع الناس، وكاين يعني طرق للاحتفال ويروحوا للمقبره ويتفكروا الشهادات. هي شيء مشكورين عليه وحنا على بالنا به ورانا نشوفوه. بصح الحاجه انا تمنيت نشوفها لانه هناك مؤسسات عمومية، مثلا مديريات كما مديرية شباب الرياضة، ديوان مؤسسة الشباب، مديرية الثقافة، دار الثقافة، المؤسسة يعني اللي عندهم علاقة مع المجتمع، اللي عندهم علاقة مع الشباب، اللي عندهم علاقة مع الحركات الجمعوية، مع المجتمع المدني. يعني أنا حبيت نشوف الشباب تاعنا كي نمل نشوفوا هذوك الرجال هذوك الوجوه الشبابية اللي هي في الصفوف الأولى. الناس تاع التاريخ داروا اللي عليهم، ونقول لهم سامحونا لاننا ما مدي احنا نبدا بنفسي ما مديناش الحق تاع الصح، ما مدينا نقولوا ما مديناش يعني مقارنه مع مشاعرهم وهما واش كانوا حابين. كي نولوا نشوفوا يعني نشوفوا غير الاسره الثوريه وشويه من الشباب لكم من الكشافه الاسلاميه ولا من الممثلين تاع المديريه، مي حاجه قليله. نهار كيما 31 اكتوبر حبيت انا شخصيا، وانا راني نقول رايي مقارنه مع ملاعب كره القدم ولا حفلات اللي تندار،
حبيت تكون الحفلة الكبيرة يكون فيها كعدد كبير ضخم ما تقدرش تشوفهم، لا تعد ولا تحصى من الشباب. وهذا هو الصح، لما المسؤولين يروحوا يحطوا الإكليل من الزهور في المقبرة أمام يعني الجمع الكريم، وحنا ما ناش نلوموا في هذو الناس، فقط أنا راني نبعث رسالة لهذا الشباب، كي تشوفوا كي نمل يعني هنا تفهم باللي الرسالة وصلت، وباللي مستعدين احنا في أي لحظة من اللحظات، وهي مش هذه غير مشكوك فيها يا جماعة الخير، احنا نعرفوها بصح احنا تمنينا تكون بكثرة كثيرة، لأنه شبابنا المهم هو الذي يدرك. على شبابنا وعلى الجيل تاعنا لازم يعرف باللي عنده مقومات ومؤهلات وإمكانيات، ويعرف باللي نحن قد امتلكنا ما ينبغي من عناصر القوة المعنوية والمادية على كل المستويات، وهذا الشباب هذا كي يعرف باللي نحن نملك هذه القوة، هذو هما اللي كيبانوا، هذو هما مبينين بصح حنا رانا حابين يبانوا في الظروف الحالية، لأنه التاريخ لازم يعرفوه ولازم يقراوه ولازم يعيشوه، وفي نهار كيما تاع البارح لازم حبينا نشوفوهم، يعني حابين نشوفوا شبابنا يا سيدي، حابين نشوفوا شبابنا فرحان كيما نقولوا احنا متحفز متحمس، ويكون بقوة ويحطوا هذا الأسرة الثورية والمجاهدين يحتويهم، وهم اللي يكونوا قبالهم كيما يقولوا، كي يشوفوهم قدامهم يعرفوا باللي الشيء اللي مدوه واللي قدموه، وهما عارفين باللي البلاد هذه مهما تقدم لها ومهما تمد لها تستاهل أكثر. الله يرحم الشهداء، والله يبقي الستر ودوام الصحة والعافية للمجاهدين توانا، ربي يبارك فيهم، هادو اللي صنعوا التاريخ وفجروا الثورة ودافعوا على الوطن. اليوم نتفكروا كل المجاهدين توانا والشهداء، نقولوا دايما ربي يرحمهم، ولكن المجاهدين توانا مازالهم عايشين معنا، وراهم عايشين معنا في الحرية والأمان، وعاشوا معنا الاستقلال، وشافوا ولادهم ولاد ولادهم، وشافوا الجزائر، وشافوا الخيرات تاع البلاد، ورم عايشين في بلادنا معانا وإحنا ولادهم، وإحنا ما زلنا نستبركوا بهم، وقد ما يعيشوا معانا نقولوا ربي يزيد في عمارهم ويطول في عمارهم، وقد ما نمدوا لهم وقد ما نهضروا عليهم ونحكوا لهم ونشكروهم ما تبان إلا نقطة من البحر بارب، يعني مقارنة وش قدموا للبلاد هذه. ولو كان في أي لحظة في سنهم ومعلي راهم كيما راهم في وضعيتهم ويدافعوا على البلاد كيما كاع الشعب الجزائري، هذا شيء لأنه الشعب الجزائري يحب بلاده، وهذه هي السمة اللي نفتخروا بها. واحد من المجاهدين توانا من الولاية الرابعة، وكل المجاهدين تاع الوطن أينما كانوا قد ما عطيناهم حقهم قليل، ودائما نقولها حتى وإن هضرت هذه عينة، يعني معناها راني نتكلم على كل المجاهدين، في عمره 92 سنة مازال حي، ربي يبارك في عمره. هذا تعذب، وعلى بالكم الناس اللي كانت في الحبس، هذا تعذب حكموا له في سركاجي، وتعذب في المكان اللي تحكم فيه بسلاحه في 55، وشرعوا له في عبن رمضان، وحكموا عليه في سركاجي وما دعكبوه اللومباز. واحد كيكون في الحبس معناها راهو يتعذب اكثر واكثر، وهذا راهو مريض ربي يشفيه. الزوجه تاعو اول وحده من الاوائل، يعني من الاوائل اللي خيطت الاعلام في المنطقه الولايه الرابعه في المديه، على غرار الكثير من المجاهدات اللي تفكرهم كذلك، يقول المجاهدين معناتها المجاهدات كذلك. وبالمناسبه واحده من المجاهدات اللي تكرمت من طرف والي ولايه الجلفه، هذه راهي بنت شهيد وزوجة مجاهد ربي يرحمه، كرمت من طرف السلطات الأمنية والعسكرية والسيد والي الولاية، ونشكرهم وشي اللي قاموا به في إحياء هذه في هذا اليوم، وحتى الكلمة اللي قالها السيد الوالي، وهذه الكلمة يعني أنا استدرجتني وتمعنت فيها مليح. هنا مسؤولين ولات يعني ولات الجمهورية كيكونوا يعني بهذا الكلام وبهذا الأفكار وبهذا الروح وبهذا الحماس وبهذا التأثير، احنا نفهموا باللي التنمية تاعنا ونحسوا باللي بلادنا في أمان. وحتى هذا يعني هذا الحاجة ربي يطول في عمرها عائشة، هذا المسمى سمحوا لي اسمها أنا، ولكن اسمها احنا نقولوا كاع جقبوب عائشة، وهي أم صحفي تاعنا موسى بغراب، كرمت ونشوفوا التكريم والكلمة اللي قالها الوالي.
سيد والي ولاية الجلفة. الذين قالوا أن فرنسا وهبت الاستقلال للجزائر، نقول لهم لعنة الله عليكم أفراد وجماعات، لعنة الله عليكم قياما قاعدين وعلى جنوبكم. أنا اليوم فضلت نحكي على النهار هذا لأنه نشاطات كثيرة اندارت، ودائما نعاود نولي والروح الرسالة لازم توصل للشباب تاعنا، والشباب تاعنا لازم يفهم المغزى تاع الرسالة هذه، لأنه الشباب تاعنا راهو مستهدف بزاف، وراكم شفتوا يعني المنصات والأبواق التي من هنا وهناك، هذه الأبواق الناعقة اللي راهي تتكلم وتحوس يعني تخرجوا من وطنيتي ومن حبه للوطن، وهما حصلا في وسط الشباب وراهم في أيدي آمنة، راهم كما يقولوا سدا منيعا للبلاد هذه، وإحنا نحبوا كي يكونوا شبابنا متحمس وحاب، وهو نورمال هو اللي يبادر في تنظيم هذه التظاهرات، ولا كيف؟ أولا يا جماعة الخير نعزيو عائلة اللاعب والفقيد نتاع كرة القدم صانع ملحمة خيخون، من بين اللي صنعوا ملحمة خيخون وفرحوا الجمهور الجزائري، ويبقى يتفكرهم التاريخ، وحنا في رانا في يوم تاريخي اللي هو مهدي سرباح، اللهم ارحمه واغفر له واسكنه فسيح جناتك يا أرحم الراحمين. نتقدم بأخلص التعازي إلى عائلته الكريمة، عائلة الفقيد، متمنيا وطالبا من الله سبحانه عز وجل أن يتغمده في واسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان. كذلك نعزي أنفسنا ونعزي كذلك الأسرة الرياضية وكل من له صلة به، نقول له ربي يرحمه، والله كما يقولوا توانا الله يبدل محبته بصبر. هذا اللاعب قدم كثير للفريق الوطني واسمه يبقى للفريق الوطني في التاريخ، ونعرفه باللي 82 واحد يعني أهم المحطات نتاع الفريق الوطني اللي ما تتنساش، وحتى على المستوى المحلي والمستوى الدولي واش دار هذا اللاعب، وحتى يعني لما مت آراءه والتحاليل تاعه كانت إلى ناجحة إلى حد بعيد، وحتى هو قدم الكثير من النصائح للحراس المرمى وكانوا يعني يتمد المثل به، يقول لك حتى برا أنا نشفى، يقول لك والله غير راهو يصوت يعني يصوتي كيما سرباح، وكاين بعض الحراس كانوا يحاولوا يلعبوا كيما يعني كمرجعية التربية والأخلاق والرياضة والكاريزما نتاعو كلاعب، إلى أنه ما اداش حقه كلاعب، يعني نقولوها صح يعني نقولوها بصراحة، كي قلت ما اداش حقه يعني فيها عدة مقاصد وفيها عدة معاني، والعائلة تاعو بالدرجة الأولى على بالها. احنا نتمنى إن شاء الله عائلته وولاده يتهلاو فيهم، وهذه رسالة إلى وزارة الشباب والرياضة، وأنا نقول باللي حقه داه مع جمهوره ومع الناس اللي حبوه، الله يرحمه برحمة الله، ونتمنى كما يقولوا العافية والخير والبركة في اللاعبين اللي مازالهم على قيد الحياة، يعطيهم ربي طول العمر ويدوا حقهم مقارنة بالشيء اللي داروه وقدموه للفريق الوطني. نروح إلى ولاية سكيكدا يا جماعة الخير، فريق نتاع كاراتي عنده ألقاب وطنية وألقاب ولائية، ولاد صغار يعني يتدربوا في مكان إسطبل لتربية الحيوانات، والقاعات مفتوحة والدولة تبني في منشآت وما زالت تبني في إنجازات، ولكن ما فهمناش الرسالة هذه لمن نوصلوها، هل يتحمل المسؤولية القائمين على قطاع الشباب والرياضة بدون ما نتهمهم، احنا ما ناش فاهمين علاش هذو ما عندهمش يعني مكان اللي يتدربوا فيه، والرسالة نوصلوها للسيد وزير الشباب والرياضة نقول له شوفوا يعني شوف الرياضيين تواك، انا على بالي باللي انت عندك نية حسنة ولكن ما عندكش عينين قاع في 58 ولاية، راه عندك ناس راك تاكل عليهم، انا ماذا بيا تفتح ملف وتروح دير زيارة فجائية تشوف الفاجعة وشوفها. التدخل العاجل لفتح القاعات الرياضية، رانا في ميزيرية كبيرة، راي الرياضة هنا تشوف فيهم هم دراري صغار هم دراري الكبار، هم أبطال جزائر أبطال عرب هنا رم قاعدين يدربوا. يا جماعة الخير هل يحق للشباب تاعنا ولأولادنا واللي ضحت عليهم يعني ضحوا عليهم شهداء البلاد هذه، يعني باش هاد الاولاد يكونوا في يعني بين يدين بعض المسؤولين واحنا ما نتهموا حتى واحد، باش هاد الاولاد يتدربوا في مكان كيما هذا، هادو اللي يصنعوا التاريخ تاع البلاد الرياضي ويمثلوا ويجيبوا بطولات وانجازات في هذه الظروف. انا على هذيك النهار قلت ما نلوموش الرياضيين تاعنا، ولكن نلوموا المنظومه الرياضيه، وكي نقولوا المنظومه الرياضيه الفاسده يتحملوا
يعني مسؤولين المسؤوليه تاع هذا الامر الناس اللي راهي قاعده تتقاعس ومتواطئين من اجل افشال المشاريع الرياضيه باش هكا الشباب تاعنا ما يجيبش نتائج مرضيه. ها هي احد الاسباب. يا جماعة الخير، اليوم رانا نحتفلوا بالذكرى 67 لاندلاع الثورة التحريرية المظفرة، هذا الثورة اللي العالم كامل قاعد منبهر ومازلنا لحد الآن، ومازال لحد الآن ثورتنا راهي من أعظم من أقوى الثورات، الثورة الشعبية الجزائرية. والله يرحم الشهداء، والله يعطي الصحة والعافية للمجاهدين تاعنا والأسرة الثورية. بصح لما نشوف يعني البرامج بعد يعني قطيعة تاع الكوفيد وكون التزمنا بالبروتوكول، اليوم رانا عدنا تدريجيا واحدة واحدة، ما نبقاوش نمشيو بنفس الطريقة اللي مشي يا سيدي العامين هذه، ما كاش يعني وقت نقدروا نفكروا ونقولوا كيفاش نعاودوا نفكروا كيفية ما هي الوسيلة اللي نعاودوا نتواصلوا تتواصل المؤسسات الثقافية واللي عندها علاقة بالميدان باش هكذا لما نحتفلوا بيوم كيما هذا 3 أيام ولا 4 أيام، الطريقة اللي نحتفل بها ما عادتش يعني ناجعة 100% للتواصل مع المتلقي، يتعلق الأمر بالمحتوى، هذا هو المهم. يعني كيفاش يكون الفعل الثقافي اللي عنده علاقة بالتاريخ. احنا نعرفوا باللي في وقت الثورة، أنا علاش قلت باللي ثورتنا واستعادة يعني السيادة بالقوة كانت كاينه ميكانيزمات يعني هكذا بشويه بشويه، وين كان الفعل الثقافي، احنا قلنا باللي كان النضال سياسي وكان ثقافي في نفس الوقت. في وقت الثوره وما قبل يعني في وقت الاستعمار الاستدمار، كانوا هذ المثقفين والفنانين كاين اللي مازالوا على قيد الحياه، كانوا قايمين باعمال اللي حركت مشاعر المتلقي اللي منها امنوا بالقضيه الوطنيه، وهذا ما تدى بالقوه يسترجع بالقوه عن طريق الاعمال الفنية، ومنهم حسن الحسني الله يرحمه، فريدة صابونجي، سيد علي كويرات، والعديد من الفنانين اللي كانوا يجوبون يعني الوطن وحتى خارج الوطن من أجل التعبير عن القضية الوطنية، وصلوا الرسالة بشتى الطرق وكانوا وطنيين 100%، وكان إمكانياتهم الفنية رغم الإمكانيات البسيطة ورغم يعني الحصار تاع المستثمر، وكاين فيهم اللي دخلوا للسجن. أنا قلت منهم حسن الحسني ربي يرحمه اللي هو أبو بكر، ونعرفوا باللي كانت عدة أعمال قدمها في ذاك الوقت. اليوم عليه من أجل تنوير الرأي العام، من أجل أعمال ترقى إلى مستوى كبير، هذه المؤسسة الثقافية علاش ما تسييش تخدم على الفرق المسرحية، الفرق الفنية، اللوحات الفنية، كل من له صلة بالفن والثقافة اللي راهم مهمشين. إحياء الثقافة مش غير ليلة 31 أكتوبر ولا أول نوفمبر، إحياء التاريخ اللي يكون على مدار العام ومشي بالرمزيات فقط، كيفية تحسيس وإقناع وإيصال الرسالة نتاع الشهيد ربي يرحمه، رسالة نوفمبر ورسالة الثورة تاعنا والتكملة تاع المسار في حب الوطن وبناء الوطن والوحدة مع بعضنا بعض ومحاربة كل من يمس الوحدة تاعنا، هذه بالأعمال هذه التي ترقى إلى المستوى مشي محل نفور نتاع الجمهور. كيفاش نقدروا أننا نعمروا القاعات نتاع المسارح والقاعات تاع هو الطلق والمساحات العمومية؟ هنا لازم تكون نشاطات كثيرة ومكثفة، والشباب تاعنا والمثقف تاعنا والفنان تاعنا يكون حاضر 24 ساعة على مدار 12 شهر. هذه الرسالة التي يجب أن تصل إلى القائمين على الفعل الثقافي اللي هو راه يشهد ركود نتيجة عدة أمور، منها البيروقراطية، منها اللامبالاة، منها التقاعس بعد المسؤولين اللي مش حابين الفنان يخدم المثقف يخدم. احنا فهمنا باللي الثقافة راهي تتخدم في بعض الأحيان وبدون اتهام راهي غير في البيروات، احنا رانا حابين هذا الثقافة تكون الداخل في الميدان مجسدة في الميدان. يا جماعة الخير، لحقنا إلى نهاية الحصة، نقول باللي كل عام والجزائر بالخير، كل عام والجزائر الشامخة الفوق يا جماعة الخير، كيما الجبال الشامخة اللي كانوا فيها الرجالة وحرروا البلاد. المهم جماعة الخير، ما تنسوش التواصل معنا في البكسبوك لكم شتو شني شني شو الصفحة الرسمية، واللي كانوا معنا في الصفحة اللي كانت
يعاودوا يندمجوا مع الصفحة هذه الواتساب. كذلك تحية كبيرة إلى كل من تابعنا ويتابع برامجنا 24 ساعة على 24 ساعة، تلقوا كل برامجنا في الواتساب، تسيبوهم كذلك في التويتر، تسيبوهم في اليوتيوب، تسيبوهم في التويتر، وتسيبوهم كذلك في الصفحة نتاع قناة الحياة الجزائرية، منها حصة شني شني شو. ما علي أن أقول نقول لكم نتلقى غدا إن شاء الله في عدد جديد، نتمنى إن شاء الله أننا كنا خفاف عليكم. تحية كبيرة إلى وجوه الخير اللي صار فيهم التير وتخلطوا لهم لي زافير، راح طاح لهم الوزير وراح ينحي يا المير يا المدير أنا خاطيني. سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أتمروا إن شاء الله. شني شني يا شني شو هاي شني شني بلاك تنني هاي شني شني في الحياة تيبي هاي شني شني كل شي مكشوف هاي شني شني من دشرة لدشرة هاي داني داني وراني نصور هاي داني داني يا تشوف تشوف هاي شني شني وقت المكشوف هاي يا دلالي والفن تدفن هاي غني غني أكلام ما يعني هاي داني داني ويا داني داني هاي شني شني وصوتك معجبني هاي شني شني ديك الثقافة هاي داني داني راحت الفكرة هاي شني شني ولا تخافة هاي داني داني يا راها تلفى هاي شني شني والماتش مبيوع هاي دني دني شكوى للفيفا هاي دني دني نبكي بدموع هاي شني شني بيستو معرفة هاي دور دور والعرس منور جيبوا البطاطا وخروف مصور هاي شني